الحمد لله على التمام، والحمد لله على بلوغ رمضان، والحمد لله على نعمة الصيام، والحمد لله على نعمة القيام، والحمد لله على نعمة ختم القرآن. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اللهم يا واحد يا ديان، يا عظيم يا منان، نشهدك أنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل لنا دعوة مستجابة عند ختم كتابك. اللهم اجعل ما تلوناه وما قرأناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى أعالي الجنان. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم يا من قال في كتابه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء وعم بفضله كل حي، يا من وسعت رحمته الأكوان. اللهم إنا خلق من خلقك وعباد من عبادك، قصدنا بيتك وأنخنا مطايانا بساحتك، منا المقصرون ومنا المذنبون.
العصا ومن العصا وعزتك وجلالك إنا نحبك وعزتك وجلالك إنا نحبك اعترفنا بتقصيرنا وأقررنا بخطايانا اللهم اجعل ما تلوناه وسمعنا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل لنا بكل حسنة 10 حسنات اللهم اجعل لنا بكل حرف 10 حسنات اللهم ضاعف أجورنا واغفر ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا نسألك يا ربنا بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه يا مجيبا لمن ناجاه إلا اغفر اللهم لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا في شهر مبارك وليلة مباركة وزمان مبارك وبيت مبارك وعبادة مباركة وبعد ختم كتاب مبارك اللهم إنا ندعوك ونبتهل إليك ندعوك دعاء الخائف الضرير ونبتهل إليك ابتهال الخائف الوجل وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن سموم النار ومن عذاب النار تائبون فتب علينا مقبلون فأقبل علينا نادمون مستغفرون عائدون مقصرون اللهم لا تصرف وجهك عنا اللهم شفع المحسنين في المسيئين اللهم إن من بيننا من له اللهم إنه قد يكون من بيننا من له دعوة مستجابة اللهم فشفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم إنا نقر بإساءاتنا ونعترف بذنوبنا
فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، يا أنيس المستوحشين. فرج اللهم همومنا وأذهب غمومنا. اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا. خص منهم مرضى السرطان وكل محسود ومسحور ومعين. اللهم اشمل الجميع بالعافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. ارحم اللهم من طال بلاؤه وتأخر شفاؤه وعظم داؤه. اللهم من علينا وعليهم بالعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان من والدينا حيا، اللهم فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا رهين قبره فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجمعنا ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا مع نبينا وحبيبنا على سرر متقابلين. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت به الغمة. اللهم إنا نشهدك أنا نحبه. اللهم اجمعنا به يوم القيامة، وأسقنا من حوضك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنه قد صح في صحيح السنة المباركة عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد اشتقت إلى إخواني. اللهم فاجعلنا من إخوانه ومن أنصاره ومن أتباعه. اللهم أحينا على وأمتنا على ملته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،
تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم ارحم ضعفنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك اللهم لنا فيما رزقتنا ووهبتنا. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم طهر قلوبهم وحصن فروجهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم احفظهم من شر التكفير والتدمير والتفجير ومن الانحلال وسيء الأخلاق يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقهم، اللهم ارزقهم الزوجات الصالحات والأبناء البارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهم طاهرات عفيفات محتشمات بالنبي الأسوة مقتديات، وعلى خطى أمهاتنا المؤمنات سائرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة. اللهم ارزق بناتنا أزواج الصالحين والأبناء البارين. اللهم رحماك بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين. اللهم وسع أرزاقهم، اشرح صدورهم، اغفر ذنوبهم، اللهم اهد قلوبهم، أصلح نياتهم وذرياتهم، واحفظ عليهم دينهم يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك. اللهم يا واحد يا صمد يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من قال في كتابه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اللهم
إن عبادك قد قصدوا بيتك الحرام عمارا وحجاجا ومصلين وطائفين وصائمين اللهم فاحرسه بعينك التي لا تنام واكنفه بكنفك الذي لا يضام اللهم احفظ الحجاج والعمار والزائرين والمصلين والطائفين اللهم اجعلهم في حرزك وضمانك اللهم أهلك الطقمة الفاسدة التي تريد العبث ببلادنا وبأمننا وبمقدساتنا اللهم إنهم لم يراعوا حرمة بيتك وحرمة شهرك وحرمة مسجدك اللهم افضح أستارهم اللهم افضح أسرارهم واهتك أستارهم اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم اللهم افضح أخبارهم وأفشي مخططاتهم وأبطل كيدهم وأدم على بلادنا أمنها وإيمانها وتوحيدها ووحدتها وولاة أمرها وعلمائها والصالحون فيها اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم يا واحد يا ديان يا عزيز يا منان وفق ولي أمرنا سلمان وولي عهده محمد وارزقه الرأي المسدد وانصره النصر المؤيد وسائر ولاة أمور المسلمين اللهم أعز بهم دينك وأظهر بهم كلمتك واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق سائر ولاة أمور المسلمين واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم رايتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنودنا وحصن حدودنا واحم ثغورنا اللهم اخلف رجال أمننا في أهليهم وأموالهم بخير اللهم إنهم حرموا القيام والصلاة مع جماعات المسلمين اللهم فأبدلهم نورا وحبورا وسعادة ورضا وعافية اللهم ارفع درجاتهم وأعلي مقامهم وارفع مكانتهم واغفر ذنوبهم ووسع أرزاقهم واحفظهم بحفظك الذي لا يرام واكنفهم بكنفك الذي لا يضام اللهم تقبل من مات منهم في عداد الشهداء الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم وفق رجال أمننا الذين يخدمون المصلين والمصليات في هذا الجامع اللهم وسع أرزاقهم واغفر ذنوبهم واشرح صدورهم وارزق من حرم الذرية منهم رزقا وولدا صالحا
صالحا. اللهم وفق إخواننا وأخواتنا الذين سهروا على خدمة المصلين والمصليات والقائمين والقائمات والمعتكفين والمعتكفات. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم وسع أرزاقهم، اشرح صدورهم، اغفر ذنوبهم. اللهم أجرهم وأعظم مكانتهم وضاعف مثوبتهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اشمل برحمتك ودعائنا هذا إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم لقد أصاب أمة حبيبك الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن بأمة حبيبك من اللأواء والبأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك. لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين. من لهم سواك؟ لا رب لهم غيرك فيدعونه، ولا إله سواك فيرجونه. ضاقت بهم الحيل إلا ببابك، نفد الأمل إلا من رجائك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم كن معهم يوم قل المعين، وانصرهم يوم قل الناصر. اللهم كن معهم في فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي أراكان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اغفر لموتاهم، تقبل شهداءهم، اشف جرحاهم، أمن روعاتهم، أمن روعاتهم، آوي طريدهم، احقن دماءهم، اشبع جائعهم، اروي عطشاهم. اللهم انظر لهم في هذه الساعة نظرة رحمة وكرم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، هذا ختام شهرنا. اللهم هذا شهرنا قد آن رحيله وقرب دنوه وزواله. إلهنا من المقبول منا فيهنى، ومن المردود منا فيعزى. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في ختام شهرهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا من هو مستو على عرشه، يا من يتنزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا قد رفعنا إليك أكف الضراء، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاء، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم يا حليما على من عصى، يا قريبا ممن دعا، يا مجيبا لمن ناجى، لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، من الذي سألك فحرمته؟ من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطرده؟ ومن الذي التجأ ببابك فخيبته؟ يا من جوده مبذول للسائلين، وكرمه ممنوح للطالبين، يا من لا يرد من سأله، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك بأحب أسمائك إليك، ألا تصرف وجهك عنا. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وغفر ذنبه وستر عيبه ومحيت سيئته ورفعت درجته وحطت خطيئته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعترف بذنوبنا وإساءاتنا، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك،
برحمتك يا أرحم الراحمين، تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، تولى أمرنا واكفنا ما أهمنا، وأجب سؤلنا واسلل سخائم قلوبنا. ليس لنا رب سواك ندعو، اللهم فأقل العثرة واغفر الزلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وإيمان وعافية وإحسان. اللهم إن كان في سابق علمك أنا لا ندرك رمضانات قادمة، اللهم فاغفر ذنوبنا وأعظم درجاتنا وكفر سيئاتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم يا جواد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وسلم تسليما مزيدا.